اللي صار احنا هنا هذه ارضنا متوجين عليها وورثة عن جدنا الهميات السنين، ما وجدنا الا الجيش الاحتلال الاسرائيلي جاي بتنظيمه، الجيش والجرافات والخلاطات بسكروا عنا نبعات مي كنا مستفيدين منه، زرعين ارضنا حوالي 80 دلم، عنا هي حمامات بلاستيكيه مزروعه خيار بندوره عده خضره وزراعه خارجيه، وتعيين كميه كبيره من هذه العائلات. فاحنا في شح الحين، احنا نضل نصير شح في المي وزرعتنا كلها تخرب كل شيء وما في دخل ما في ولا شيء، ومنطالب احنا سلطتنا الوطنيه ومساعدتنا في هذه المناطق اللي هي مسماه سي قريبه على الشارع الالتفافي، واحنا محرومين من اي نوع من المساعدات في هذا الموضوع.